لا يتورع ويتهم، هذا أمر ليس بجديد، لكن الغريب أنه في هذا العصر مع وجود وسائل الاتصال والمواصلات والوسائل الحاسوب الحديثة والتقنية الحديثة، كل واحد عنده كمبيوتر يتمكن من أن يجد هذه الأحاديث، مع ذلك لا زالوا يصرون على بهتانهم، وهذا يسقطهم أيضا، لأن الإنسان الذي يكذب مرة يكذب في مجتمع صغير لا يوجد وسائل الاتصال، لا توجد وسائل المواصلات، قد يصدقه الناس، لكن في عالم اليوم واحد جالس في بيته عبر جهاز صغير الحاسوب مثلا، والآن أجهزة التليفون الخليوي يتصل بالإنترنت ويتصل بالناس الآخرين، ويمكنه أن يحضر له مكتبة فيها آلاف الكتب الإلكترونية ويتمكن من أن يجد الصدق من الكذب، لا زالوا يصرون على أكاذيبهم، وهذا يسقطهم. يعني الإنسان عندما يحرج يمكن يقع كم واحد من الجهلة تحت تأثير تهريجه وأكاذيبه، لكن عقلاء القوم لا يتأثرون بهذا التهريج، وإنما يحقق، وبعد التحقيق يتبين له أن هذا الإنسان كاذب، فيسقط هذا الإنسان من عينه ويقترب إلى الحق أكثر. من أسباب انتشار التشيع في العصر الحاضر هو هذا السبب، وقد أشار إليه بعض علماء العامة أيضا. قرأت في إحدى المجلات قبل أكثر من 15 عاما أن من أسباب انتشار التشيع هو أن البعض يكذب على الشيعة، فبعد ذلك هذا الإنسان يروح مثقف ويمتلك مكتبة أو يمتلك وسائل الاتصال، يروح يحقق، يكتشف الكذب ويكتشف الحقيقة، وهذا يقربه إلى التشيع أكثر.